تميزت فعاليات موسم الشرقية 2019 في المملكة العربية السعودية بالإدارة الناجحة المتمثلة بعدد كبير من الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، وكذلك بالجهود المتكاتفة التي كان أبطلها شباب سعودي من المتطوعين والمتطوعات. نحو 5000 شمعة أراقت نورها في سماء السعودية، سواعد وضعت يمناها بيسراها، كل ذلك من أجل إنجاح هذه التظاهرة الفريدة والأولى من نوعها بالمملكة. أياد وطنية من المتطوعين والمتطوعات سرق النوم من جفونهم ليواصلوا الليل بالنهار. مشاركة المتطوعين مشاركة يعني فاعلة جدا، ممكن لاحظتوها أنتم كل الفعاليات. الشباب فقط يحتاجون إلى الفرصة، متى ما أتيحت الفرصة تلقاهم في كل مكان. الشباب مثل ما قلت تقريبا أكثر من 90% شباب سعودي، عنصر نسائي حاضر بشكل قوي في الفعاليات هذه، ما بين طلاب موظفين، كل فئات المجتمع من الشباب والشابات مشاركين في هذا، وهذا شيء إيجابي يعني يعطي فرصة للشباب أكثر للمشاركة وانشغال وقتهم بأشياء مفيدة تفيد على المجتمع إن شاء الله. جهود خفية لم ترصدهم الشاشات، لكنهم كانوا بنيانا يعمد صرح هذا البرنامج الوطني، وقد كانت المرأة السعودية حاضرة وبقوة في المشهد السياحي الكبير. الدولة لا تبنى إلا بشراكة المرأة والرجل، وإحنا هنا الحين تبع لرؤية 2030 اللي يحمل رايتها الأمير محمد بن سلمان. وطبعا حب التطوع موجود فينا من زمان، من يومنا صغار، في الجامعات، في المدارس، في كل مكان. وصراحة يعني هذه فرصة كبيرة أن نغتنمها ونتطوع، وطاقاتنا يعني نحطها في المكان المناسب. استفدت من العمل التطوعي الاحتكاك مع الناس ومواجهة الجمهور، واكتسبت أساليب إدارية ولذة العطاء واكتساب الأجر إن شاء الله. تمكين الشباب السعودي وتعزيز دور المرأة في إدارة الفعاليات الكبرى، كل ذلك جاء متسقا مع برنامج جودة الحياة 2020 وبرنامج التحول الوطني والرؤية الاقتصادية السعودية. رؤية 2030 حمل رايتها سمو الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية، لتكون المملكة واجهة سياحية وقبلة ثقافية لأهل المملكة ولكل دول العالم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من مدينة الخبر.